فإذا المسألة القضية الأساسية هي إنه هذه الاتفاقية لها خلفية عقائدية، لها خلفيات، هذه الخلفيات غير ما نحن نؤمن به. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أفنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. ولذلك السؤال الذي يوجه إليهم، وهذا سؤال مهم جدا، من الذي أعطاكم الحق في أن تجعلوا مسطرة على أساسها تجعلون مسألة التمييز هنا تمييزا ضد، والقانون الآخر ليس تمييزا ضد؟ من الذي أعطاكم الحق وأنتم يعني أبعد ما تكونون عن العدل وعن الإنصاف؟ نحن الأحق كمسلمين بأن نضع هذه المسطرة، نحن الأحق كمسلمين بأن ننقذ المرأة الغربية من الجحيم الذي تعيشه اليوم. هنالك يعني آلاف من الرسائل التي تتحدث عن الجحيم الذي تعيشه المرأة الغربية، الفتاة الغربية. يعني المسلمون أحق بأن يضعوا هم المعيار الصحيح للظلم، ظلم المرأة والتمييز ضد المرأة، عرفت؟ لا هؤلاء الذين اعتبروا الإنسان كآلة، مجرد آلة، بعيدا عن قيمه وعن أخلاقياته وعن الجوانب النفسية المتعلقة، بعيدا عن النظام الاجتماعي الصحيح الذي ينبغي أن يعني ينشأ فيه الأولاد من وجود أسرة. فهذه الاتفاقية يعني من الخطورة بمكان، لأنها ضمن الأوعية القوالب الغربية التي فيها مباءات الغرب من النظرة إلى الإنسان ورسالة الإنسان وغير ذلك من الانحرافات الكثيرة التي يعني تتضمنها عقيدة المالكية.